بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد صاحبه أجمعين. هذا اليوم المبارك في هذا الجمعة المباركة في مكة المكرمة المباركة في هذا الوطن الغالي، نجتمع قبيلة الحامدة أطياف حقيقة ثلاث القبائل الصخارنة وسميدات وولد علي في هذا المجلس المبارك مجلس الوالد رحمة الله علي عوض بن أحمد الأحمدي للتعارف وإعادة اللحمة مع بعض ونتقابل معهم من المدينة ومن الرياض ومن جدة ومن مكة المكرمة، فنلتقي بإذن الله سنويا لهذا بإذن الله تعالى الاجتماع إن شاء الله تعالى. شكرا لكم.